مصر ولا ترشيحات، مصر فقط. مصر هي الأولى والأخيرة. أنا أحزن كثيرا، مع احترامي لكل الأحزاب وكلهم شرفاء ومحترمين، وأنا لا أعيب على أحد، وإنما كنت أتمنى أن يبقى الكل صف واحد بدون تحزب وبدون تفرق وبدون اختلافات وبدون أي مكاسب مادية أو شخصية أو خلافه. كنت أتمنى أن يبقى الكل تحت راية مصر فقط حتى نمر من هذه الأزمة، وبعد ذلك من حق أي إنسان أن يعمل حزبا أو أن يشترك في حزب أو أن يترشح لأي منصب، هذا حق مكفول للجميع. أنا يعني أعتب عليهم، على إخواني، وهم أحبابي وشاركوا في الثورة ولهم دور ربما يكون أكبر من دوري أنا أيضا، ولكن كنت أتمنى أعتب عليهم أن تركوا ميدان التحرير وابتعدوا من أجل انتخابات أو من أجل خلافات سياسية. أنا همي الأول والأخير، وأعتقد هو همهم أيضا، مصر والثورة المصرية والعبور إلى بر الأمان، وبعد ذلك يفعل كل إنسان ما يريد ويعني يسير في الطريق الذي يريد أن يسير فيه. نبقى كمصريون فقط تحت راية مصر فقط حتى نمر من هذه الأزمة. كلمة للشعب السوري يسمعها عبر الإنترنت لكي تشد من أزره. الشعب السوري يعلم أن مصر معه قلبا وقالبا، ونحن نحزن ومتأسين بشدة لسقوط هؤلاء القتلى يوما بعد يوم. وأنا أتمنى على النظام السوري، وقد فقد شرعيته، أتمنى عليه أن يذهب حقنا للدماء، وأنا أتمنى على الشعب السوري أن يصمد وأن يصبر وأن يحتسب وأن يعلم أن النصر مع الصبر، وأن لكل شيء ثمن، والحرية أغلى شيء وبالتالي هي ثمنها غالي جدا. يعني أتمنى أن يحصل على حريته قريبا إن شاء الله عز وجل حقنا لدمائه. نحن معه قلبا وقالبا إن شاء الله. ماذا تقول بشار الأسد قبل الآونة الأخيرة، قبل أن يلقى مصرعه أو قبل أن يلقى مصير مصر القذافي؟ اتق الله في شعبك، واتق الله في الوطن، واتق الله في نفوس هؤلاء. ما نصبك الله عليهم لتكون قاتلا، ولكن نصبك لتكون حاكما وتدير. فإذا ما خرج شعبك ليريدون أو لينادوا بإسقاطك، عليك أن تستجيب لهذا الشعب، وعليه أن يعتبر ممن كان قبله. الشعب أقوى من كل شيء، أقوى من الجيش وأقوى من السلطة وأقوى من السلاح. الشعب هو الأبقى دائما، يحقن الدماء ويذهب بعيدا حقنا لدماء شعبه. كلمة أخيرة إلى الشعب اليمني. الشعب اليمني أنا معه أيضا في ثورته، وإن كنت أتمنى على الرئيس أن يترك لأنه فقد شرعيته أيضا. اصبر أيها الشعب اليمني، أنت شعب صاحب تاريخ وصاحب حضارة، وأنت شعب تريد الحرية، والحرية هي شيء يستحق أن يجاهد الإنسان من أجله. وكما حصلت مصر على حريتها وحصل ليبيا على حريتها، ستحصل اليمن إن شاء الله على حريتها قريبا بإذن الله. شكرا.